أمس بمستشفى مصطفى باشا الجامعي عن عمر ناهز 76 سنة إثر مرض عضال. وإثر هذا المصاب عثر رئيس الجمهورية السيد عبد العزيز بوتفليقة ببرقية تعزية لعائلات المرحوم والأسرة الفنية. وجاء في برقية الرئيس بوتفليقة: بلغني نبأ المصاب الأليم الذي حل بكم إثر رحيل المجاهد الفنان مصطفى تومي وانتقاله إلى دار القرار بعد صراع مع المرض تغمده المولى بشآبيب رحمته وادخله جنات النعيم. لقد رحل الفقيد، يضيف رئيس الجمهورية، أحد أصوات الجزائر المكافحة، مخلفا وراءه إرثا فنيا غزيرا أثر به الساحة الفنية التي فقدت فيه فنانا ملتزما وشاعرا عظيما لطالما ساهم في ترقية الثقافة الجزائرية من خلال مؤلفاته ونضاله الوطني. أسأل المولى جلت رحمته العالمين أن يرفعه مقاما محمودا في جنات الخلد التي أعدها لعباده المكرمين مع من ارتضاهم من عباده وحسن أولئك رفيقا. وأعرب لكم جميعا، يضيف رئيس الجمهورية، عن تعازي الخالصة ودعوات الصادقة بالمغفرة والأجر العظيم. صاحب كلمات رائعة: سبحان الله يلطيف للمرحوم الحاج العنقة، إذن في رحمة الله. الراحل مصطفى تومي الذي كرس حياته لخدمة الفن الجزائري الأصيل ترك وراءه رصيدا زاخرا، يقول نبيل حمداش في هذا البورتري. مرقوم الريش يا رهيف، ارجع لا تندم، عندك منقار ما يحارب وجناح ضعاف، اترك الحديث العنيف ما هوش موالم، وترك عليك لغة الغضبة والتشناف. يا الزغلول يا الزغلول يا نحيف، ارجع للمرسم، واللي بعتوك قولهم ما همش ضراف. سبحان الله يا لطيف، انت اللي تعلم، كاين شي ناس نستعاهم يقولوا خاف، يحسبوا كل شي خطيف غير اجي وصدم، واللي يبقى مع توال يقولوا زحاف. 37 بعد 1900 مرتفع، ولد بنهجة غريبة في القصبة، ولد باب جديد بالوكيد، لولد اسمه مصطفى. هاي الدار وين مزيوزة الله يهديك. درس بحيه وكان مولعا بالمسرح، والتحق بعدها بمدرسة سلوي التي كان لها صيتها في العاصمة. وبدأت من نضاله السياسي في 17 من عمره، وكلف بتنظيم خلايا الجبهة بباريس، ثم التحق بتونس بشبكة الاتصالات وانضم إلى الفرقة الفنية لجبهة التحرير الوطني، وهناك كتب: قلبي يا بلادي لا ينساك. قلبي يا بلادي لا ينساك، تفكرك طول حياتي. قلبي يا بلادي لا ينساك، تفكرك طول حياتي. التومي تقلد مناصب هامة في إذاعة الجزائر المكافحة، ولم يتوقف عن الإبداع حتى بعد الاستقلال، فكتب أغنية ريحوين لفيلم الشبكة. ريحوين بزينك يا المشية، ريحوين ريحوين بزينك يا المشية. مصطفى التومي كتب عن السمام للراحلة وردة الجزائرية: اليوم أنا الأول أحكي الزمان يا مكان، أحكي المكان يا زمان، وأغرس ورود في ديوان الأغاني. تومي صاحب الكلمات الحرة كتب أيضا عن تشي جيفارا: جات خبره من بعيد وجات خبر الفقيد، داك اللي مات شهيد محال يموت وصار. هو صاحب كلمات رائعة سبحان الله يلطيف، القصيدة التي كتبها في شكل رسائل مشفرة وتربعت على عرش القصيد الجاد ولبس الثوب الخلود. مصطفى التومي عمل بإخلاص كمستشار بوزارة الثقافة وساهم في إنجاز العديد من التظاهرات، وكتب أنا حرة لمريم ماكيبا، وقدم العديد من الأعمال والأبحاث، ولم يتوقف يوما عن خدمة الجزائر. أليس هو القائل: جزائر عهدها جديد، سنجاق يرفرف، تميت وقلت بالصفا. اللي يبقى مع الزوال قالوا زحا، سبحان الله يا لطيف، انت اللي تعلم كاين شي ناس مستحاهم يقولوا خمم.
سبحان الله يا لطيف. هذا وسيتم إلقاء النظرة الأخيرة على جثمان المرحوم مصطفى تومي صباح غد بقصر الثقافة مفدي زكريا بالعاصمة لوار الثرى بعد صلاة الظهر بمقبرة القطار. إنا لله وإنا إليه راجعون.